جاري مارس بالنسبة حتى للاعبين. التمرير القصير، التسديد من خارج منطقة الجزاء، اللعب على الأطراف، كل هذا حاول المنتخب السعودي خلال شوط المباراة الأول حتى الآن. وشوط المباراة الأول يحتسب فيه حكم اللقاء على أوزبكي 3 دقائق وقف بدل ضائع ملعوبة والشمراني، وأخيرا يأتي الهدف الأول، هدف أول للمنتخب السعودي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وهنا أيضا ريكاردو من تيسير الجاسم والانطلاقة بلمسة واحدة من ناصر الشمراني، والذي يسجل في مرمى هونغ كونغ هدف أول في الدقيقة 45 أو الدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع. شوفوا تمرير التيسير، تيسير الجاسم يضع كرة رائعة أمام ناصر الشمراني، وناصر الشمراني يسجل من فوق حارس المرمى في لقطة نموذجية للتمرير. أول شيء التمرير المتقن خلف المدافعين، ثاني حاجة الانفراد واللمسة الواحدة واللعب بكرة اللوب أو الكرة فوق حارس المرمى، هدف أول للمنتخب السعودي في الوقت بدل الضائع من زمن شوط. لكن الهدف أعتقد أنه يعني سيعطي هدوء أكثر للاعبين بالإضافة إلى التصميم والحماس طبعا، ولكن هدوء الأعصاب أنه ممكن التسجيل. لصالح المنتخب السعودي الوقت بدل الضائع يأتي بعد المولد، وهدف ثاني لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة في الوقت بدل الضائع، هدف يريح الأعصاب لشوط ثاني ممكن تكون فيه الأهداف أكثر حتى نرتاح في لقائنا في استاد هونغ كونغ الدولي يوم الخميس القادم. هذه عادة، والكرة الرأسية في مرمى منتخب هونغ كونغ، هدف ثاني لصالح المنتخب السعودي، هدف وكأنه شام كوفاي في خط الدفاع، بيكوالي، لونغشي، لو بونغ لي وكونغ بي في خط المنتصف، وفي الهجوم تشانغ كاي وتشوكي، وهي تشكيلة السيد ليو تشون فاي المدرب، مدرب منتخب هونغ كونغ. ركلة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي، التمريرة في أرضية وهدف ثالث، هدف ثالث، وناصر الشمراني يسجل ثاني أهدافه في هذا اليوم في الدقيقة الثانية، واتصل اتصل زي ما تبغى ناصر. يأتي في الدقيقة الثانية، ومحمد نور، محمد نور ذكية، كرة ذكية من محمد نور، محمد نور يصنع هدفين في المباراة اليوم، الهدف الأول كان من صناعة تيسير الجاسم لناصر الشمراني، الهدف الثاني كان من صناعة محمد نور لأسامة المولد، هدف ثالث هنا للمنتخب السعودي كان بصناعة محمد نور لناصر الشمراني اللي يخرج في عمق دفاع منتخب هونغ كونغ.